أوكي طلاب، راح نبدأ المحاضرة هسه. محاضرتنا اليوم Lecture 9 اللي تشمل الفيسبوك اند ارتكليتر. طبعا جهاز الارتكليتر هو هذا الجهاز اللي راح تستخدموه، واللي يستخدمه الدنتال تكنيشن اكثر من اي جهاز اخر في كافه فروع صناعه الاسنان، سواء كان بالبارشال دنتشر او بالفول دنتشر او بالكراون اند بريدج او بالماكسيلوفيشال بروسيسز تستخدمون جهاز الارتكليتر. اما فيما يخص الفيسبوك فالحقيقه هذا الفيسبوك يستخدم في العياده من قبل طبيب الاسنان، واستخدام الفيسبوك في نظريات كثيره يعني من البحوث والمدارس والكليات، اكو من ينهج انه الفيسبوك ضروري بالاستخدام، واكو من ينحى منحى انه الفيسبوك ماكو ضرورة استخدامه، فأكو عدة نظريات عليه، بس المفروض احنا كلتنا نعرف مبدأ استخدامه وشنو هو. الفيسبوك if we want to define it, it is a dental instrument used in the field of the prosthodontics. هذا ماهية الجهاز، وجهاز أحد أجهزة التي تستخدم في صناعة الأسنان، سواء كانت مثل ما قلنا تيجان جسور أو فولدنشر أو بارشل. تعريف ماله: It is a caliper-like device used to record the relationship of the maxilla to the temporomandibular joint. احنا نعرف هنا طبعا الماكسيلا لها ريليشن ويا التمبرومانديبولار جوينت بالحاله الطبيعيه بالاسنان الطبيعيه. فجهاز الفيسبو هو يثبت لنا ويأشر لنا العلاقه مال الابر ماكسيلاري مال الماكسيلاري جو ويا التي ام جوينت، اند ريكورد ذس ريليشن شيب اوف ذا ماكسيلا تو ذا تي ام جوينت أو إلى الأوبننج أند كلوزنج أكسس أوف ماندبل اللي سميناه ذيك المرة هنج أكسس بالمحاضرة القبلة، وعرفنا ما هو الهنج أكسس اللي هو الإيماجينري لاين باسز ثرو ذا تو ماندبلر كوندايل أراوند ويتش ذا ماندبل كان روتيت بالأوبن أند كلوزنج موفمنت إن روتري موفمنت روتري موفمنت ويزاوت ترانسليشن. يعني كوندال هنا مجرد تتحرك حول هذا المحور من دون ان تتقدم الى الامام. فالعلاقه بين علاقه الماكسيلا تو ذا تي ام جوينت تقاس بواسطه جهاز الفيسبوك، وننقل نفس هاي العلاقه من فك المريض الى جهاز الارتكوليتر. يعني هنا نشوف هذا المريض اخذنا له ربطنا عليه الفيسبوك، هسه نشوف شلون واجزاء الفيسبوك. سوينا ريكورد لعلاقة الماكسيلا بالنسبة للتي ام جوينت، ونقلنا نفس هاي العلاقة إلى جهاز الارتكوليتر اللي هو أيضا يمثل التي ام جوينت of the human being but on an instrument. هسه هنا مثل ما قلنا هذا هو الحكي، هنا عندنا هذا الناتشرال situation of the dentition، هذا الابر ارتش الابر جو، هذا التي ام جوينت اكو ارتش هنا، بعدين راح نجي ندرس الكيرف اوف سبيد. ننقل نفس هاي العلاقه حتى ننقل نفس هاي العلاقه الى الارتكليتر بيفور وي سيت ذا تيث. As for the denture ايضا ننقل نفس علاقه الابر واللور جو وذ ذا بايت ريم فروم ذا بيشنت ماوث، ننقلها الى جهاز الارتكليتر، وايضا وي ريكورد ذا موفمنت اوف ذا ماندبل. احنا نعرف الماندبل يتحرك رايت اند ليفت ويتحرك فورورد اند باكورد، فنسوي ادجستمنت الى الارتكوليتر بحيث نرجع نفس حركات الجو from the patient mouth to the articulator so that we can set the teeth into balanced occlusion and into protrusive and into right and left excursion into centric and eccentric relation. نجي على الفيسبوك. أول مرة لازم نتعرف على parts of the facebook، شنو أجزاء الفيسبوك. أولا عندنا U-shaped framework،
هذه يو شيبد فريم ورك على شكل يو، هذا المين فريم ورك. نمبر 2 الكوندايلرز رود، هاي قلنا كاليبر لايك ديفايس مثل مسطره، شوفوا هذه مدرجه هاي مدرجه، هذا هنا هذا النمبر 3 اللي نسميه الاير بيس، هاي تقعد بفتحه الاير، هذا نسميه اير بيس تايب عن فيسبوك. وهاي الكاليبر مثل المسطره والموحد القراءات مال اليمين واليسار. اذا نمبر 1 اليو شيب فريم، نمبر 2 الكوندايلر رود، نمبر 3 الاير بيس. نمبر 4 هذا هو البايت فورك. هنا لما يكون البيشنت عنده اسنان دنتشلس نخلي قطعه من البيز بليت واكس والمريض يعض عليها. لما يكون ادنتشلس نريد نسوي له دنتشر نخلي نشكل الابر بايت ريم او الاوكلوجر ريم بهذا الفورك، اذا هذا هو البايت فورك. نمبر 5 از ذا لوكينج ديفايس، هذا هنا يستند مثل البرغي حتى يقفل الفورك، يعني الفورك وراء هو بعد ما نقدمه للامام والى الخلف وي كان لوك ات فروم هير. نمبر 6 از ذا اوربيتال بوينتر، دائما نحتاج ثيرد بوينت، عندنا هاي 1 بوينت وهاي 2 بوينت وهذا الثيرد بوينت اللي اسمها الاوربيتال بوينتر اللي تاشر على الانفرا اوربيتال فورامن اللي تطلع تحت العين موجودة بجهة اليمين واليسار، وهذه تعتبر هي الثيرد بوينت اوف رفرنس. وهسه نشوف الفيسبوك كيف يعمل. نجي على اليوزز اوف فيسبوك، وي يوز ات ان بالانس اوكلوجن، لما نريد نسوي كومبليت دنجر وذ بالانس اوكلوجن وي نيد تو يوز فيسبوك. سم ثيريز سي وي دونت نيد تو يوز فيسبوك. ايضا we use it in class 1 and class 2 occlusion and complete denture، اللي انتو صف الثالث تسوون class 2 صف الرابع تسوون class 3. and we use it in full mouth treatment، لما نريد نعالج فك علوي او سفلي او فكين كاملين موجودة الاسنان الطبيعية نريد كلها نغلفها ونسويها جسور we need to use the facebook. أيضا we use it in diagnosis and treatment planning. نجي على أنواع الفيسبوك، types of فيسبوك. عندنا two main types، عندنا arbitrary فيسبوك وعندنا kinematic فيسبوك. arbitrary يعني تقديري تقريبي. arbitrary فيسبوك ينقسم إلى fascia type وإلى earpiece type. What do we mean by fascia type و earpiece type؟ يعني هذه الearpiece تدخل داخل الear والfascia type تدخل 13 مليمتر in front of the elatragus line، وهذا هو الfascia type وهذا هو الear type. وأيضا الثيرد بوينت اوف رفرنس ممكن تكون الانفرا اوربيتال رفرنس، هذه تحت العين هنا فورامين يطلع منها انفرا اوربيتال نيرف اند فيسل، وممكن تكون نيزيون بوينتر. فالثيرد بوينت اوف رفرنس يا اما على النوز هنا النيزيون بوينتر يا اما تكون انفرا اوربيتال. اذا عندنا 3 بوينت اوف رفرنس الاير والماوث والثيرد بوينت يا اما انفرا اوربيتال يا اما نيزيون بوينتر، هذا فيما يخص الاربيتراري. As for the kinematic، الكينيماتيك هذا مور كومبليكيتد، هذا اللي يسوي لنا كافه حركات الجو اوبننج كلوزنج سنتريك بروتروزيف، وهسه نشوف كيفيه اشتغاله. وايضا هذا نستخدمه قلنا بالفول ماوث ريهابيليتيشن. نجي على الفيسبوك، حكينا تقريبا الحكي داخل السلايد مثل ما قلنا هو تقديري. هنا the fork of the facebook is attached to the maxillary occlusal rim. They are used for fabrication for complete and partial denture and fixed bridge. هذا الاستخدامات مال الاربيتراري فيسبوك. ايضا يستخدم في الاورينتيشن اوف ذا ماكسيلا اون اتس اربيتراري هنج اكسس. و
النقطة الثالثة, the hinge axis of the articulator هنا does not perfectly correspond to the actual hinge axis of the mandible. ولذلك احنا نقول هو تقديري arbitrary, يعني احنا هنا بهال 13 ملم تقريبا نقدر تقريبي انه هو هذا موقع الكوندايل. فمن نستخدم الفيشيا تايب نقيس 13 ملم من الاكسترنال اوديتوري ميتس 11 الى 13, ونخلي هنا النقطه مال الفيس بو هنا, فهذا تقديريا هو البوزيشن اوف ذا كوندايل. اذا ات از اربيتراري ميجرمنتس. بينما بالاير تايب يدخل بالفتحة مال الإير مثلا, وهنا مستخدمين الانفرا أوربيتال, هنا أنا داخلة بالفتحة مال الإير ومستخدمين النيزيون سيرف. إذن الفيشيا تايب الهنج أكسس قلنا لوكيتد أربيترارلي 13 مليمتر to the external auditory meatus, والإير بيس تايب it is placed in the auditory meatus itself, بس هم أنا تعتبر تقريبية. إذن هذا هو الاربيتراري فيسبوك. نحن نشوفه مجرد توضيحات إضافية. لو هاي السكال موجودة, هذا الإير تايب وهذا الفورك بالماوث, وهذه هي الثيرد بوينت أوف رفرنس, وهذا أيضا هنا النيزيون بوزيشن, أيضا هنا الإير بيس وهذا النيزيون بارت, وهذا الفيشيا تايب تشوف سوين كروس بالأحمر قايسين 13 مليمتر away from the external auditory meatus, وهذا الانفرا اوربيتال, والمريض عاب على الفورك بايت, إذا كانت عنده أسنان طبيعية يعاب على الراكس, وإذا كان لابس دنشر راح يكون لابس الأبر بايت. بالنسبة للكينيماتيك فيس بوي, يعني هذا نقدر نأدي به حركات, ومثل ما تشوفون هو كلش sophisticated و complicated. هذا الفورك of the face bone is attached to the mandibular occlusal ring. بالعكس الarbitrary face bone الفورك attached to the maxillary arch أو maxillary bite ring, بينما بالكينيماتيك فيس بوي يكون الفورك attached to the mandibular. It is used in the fabrication of fixed bridge or full mouth treatment. يعني هذا ما نستخدمه بحالات البارشال دنشر والكومبليت دنشر الاعتيادية, هذا نستخدمه بحالات الفول ماوث ريهابيليتيشن. What do we mean by full mouth rehabilitation? لما كل الماوث نسوي crowns on the bridge. طبعا هاي قلناها it is not used in full denture لأنه we don't need that complicated procedure. هنا الـ orientation of the maxilla is on the actual hinge axis, لأنه احنا بالضبط نحدد الـ hinge axis وده تسجل لنا على ورقة بيانية, يسجل بالضبط وين الـ hinge axis of the condyle, لأنه we need to be precise, لازم نكون مضبوطين بتحديد موقع الكوندايل, خصوصا لما نسوي الماوث كله نحوله الى بريجات. فاذا we precisely measure the hinge axis, بينما بالاربيتراري مثل من الاسم يعني تقديريا محدديها ب 13 ملم in front of the external auditory meatus. هسه نجي على الكلينيكال بروسيجر. مثل ما قلنا اذا كان عندنا دنشر وي هيت ذا بايت فورك, هذا وي اتاتش ات تو ذا ابر بايت ريم. في حاله الدنشر بنستخدم اربيتراري, لازم يكون ليفل مو اعوج, هالشكل ليفل ويا الاكلوجال بلين, اند وي بليس ات ان ذا بيشنت ماوث, اند وي ادجست اذا كان الاير تايب او الفيشيال تايب, ونستخدم الـ third point of reference. After we do our measurement, we open the face bow
بنرجع هاي العلاقة إلى الارتكوليتر. إذا إحنا إيش سوينا باستخدام الفيسبوك؟ أخذنا الريليشن مال الماكسيلا تو ذا تي إم جوينت وحولناها إلى الارتكوليتر. Then we mount the upper cast. طبعا هاي أنت راح تسووها. We mount the upper cast. نخليه هالشكل ويا الفيسبوك. ونخلي الأبر ممبر ونخلي الستون and we close the upper member so we mounted the upper cast to the articulator. يعني أخذنا العلاقة مع الماكسيلا to the TM joint. هذا يمثل ال TM joint of the patient بالarticulator. بعدين الطبيب يروح يسوي بقية الخطوات، يشيك اللور بايترم وياخذ السنتريك، وبعدين نرجع الى الارتكوليتر نسوي ماونتنج للاذر بارت. هذا شغل التكنيشن. لللور ممبر نسوي ماونتنج بالطريقه كلها راح تسويها، ويكون هنا الارتكوليتر جاهزه تو ستارت سيتنج ذا تيث. نجي هسه على الارتكوليتر. مثل ما قلنا هذا الجهاز اللي انت راح تستخدمه دائما، وماكو تكنيشن ما يستخدم ارتكوليتر. اذا نريد نعرف الارتكوليتر، it is a mechanical device used in dentistry into which the cast of the maxillary and mandibular teeth are fixed سواء كانت دنشر او partial او fixed bridge. نربط الابر اند لور كاست اللي بيها اسنان مفقوده، نخليها على الارتكوليتر in order to reproduce and record the position of the mandible in relation to the maxilla. يعني كل علاقه المانديبل للماكسيلا سواء كانت بالسنتريك ريليشن او بالاكسنتريك ريليشن اللي المقصود بيها رايت اند ليفت فورورد اند باكورد، كل هاي الحركات ننقلها من فم المريض الى جهاز الارتكوليتر حتى نقدر بعدين نعوض الاسنان. فعندنا عده انواع اوف ارتكوليتر حسب الحاجه الى استخدامها. تندرج under three main category. First one is non-adjustable. هاي non-adjustable تستخدم only can only duplicate maximum intercuspation. يعني هاي بس تفتح وتسد، فنشتغلها بالحالات السهلة بس من نحتاج open and closing. We don't need right and left and protrusive. So we use non-adjustable articulator. The other type is semi-adjustable. يعني بيها بعض الحركات اللي هي can be used with most of the restorative work. نقدر نسويها full denture, partial denture. وعندنا طبعا الـ fully adjustable articulator. هذه more complicated and it is used in comprehensive full mouth rehabilitation. طبعا انتوا اخذتوا الدنتال ارتكوليتر بدرس الاجهزه الطبيه، فماكو داعي يعني ندخل بتفاصيلها الدقيقه لانه اوريدي ماخذيها بدرس الاجهزه الطبيه من كنتوا بصف الاول. نيجي هنا النون ادجستبل او خلينا نقول السمبل ارتكوليتر، ممكن تكون هنج، ممكن تكون يعني سب ديفيجن، ممكن تكون مين فاليو، يعني مو على الاستخدام وانما على الانواع. اذا النون ادجستبل ممكن نقسمها الى هنج ومين فاليو. السمي ادجستبل عندنا اركون ونون اركون، وعندنا الفولي ادجستبل بانتوغرافيك واستيريوغرافيك. هسه نشوف كل وحده من هاي الارتكوليترات. تتذكروها هاي انتم شايفيها بصف الاول. هذا هو النون ادجستبل ارتكوليتر، هذا هو المين فاليو، مين فاليو ارتكوليتر، وهذا هو الفولي. هذا مو نون ادجستبل، هنا سمي ادجستبل، خطا بالطبع، سمي ادجستبل ارتكوليتر، هذا النون ادجستبل وهذا الفولي ادجستبل. هذا النون ادجستبل يعني هذا بس يشتغل اوبن اند كلوز، هذا بس اوبننج اند كلوزنج. ممكن نسوي سمبل كيسز اوف فول دنشر، بس نقدر نحدد بهذا البن، نحدد الارتفاع بين الابر واللور ممبر. هذا ما بي ليميتد رايت اند ليفت. هذا سمي ادجستبل او نسميها مين فاليو، اذا تتذكرون العام صف الاول بها 3 مين فاليو ثابته اللي هي كوندايلر انتر كوندايلر ديستنس ثابته، والكوندايلر انجوليشن ثابته،
والانسايزال تيبل ايضا ثابت، يعني بيها ثلاث قراءات ماخذين الافرج ماله، فلذلك يسموها مين فاليو ارتكوليتر. الانتر كوندايلر ديستنس ثابته، والكوندايلر انكلينيشن ثابته، والانسايزال تيبل ايضا ثابت. اذا تريدون تستعيدون بها معلومات تقدرون ترجعون الى محاضرات المرحله الاولى بالنسبه للارتكوليتر. هذه الفولي ادجستبل راح تشوفوها هنا كلش كومبليكيتد، وتتحرك تقريبا الكوندايل ادجستبل بالويدث وبالهايت وبالانجوليشن حتى تقلد كل علاقه الفك السفلي بالفك العلوي. عندنا قلنا السيمي ادجستبل ارتكوليتر تنقسم الى نون اركون واركون. هنا انتبهوا شنو الفرق بين النون اركون والاركون. الحقيقه هو مجرد فرق بالتصميم ليس اكثر. النون اركون ايش عندنا؟ الكوندايل، هاي الكوندايل مال الارتكوليتر وين مثبته؟ مثبته بالابر جو اوف ذا ارتكوليتر. هذا الكوندايل، هذا الابر جو اوف ذا ارتكوليتر، فالكوندايل هي مثبته بالابر ممبر اوف ذا ارتكوليتر. عندنا هذا نون اركون. الاركون ارتكوليتر الكوندايل، هاي الكوندايل مال الارتكوليتر وين مثبته؟ مثبته باللور ممبر اوف ذا ارتكوليتر. This is the main difference between the two. يؤدون نفس الغرض، but someone say that أنه النون أركون، الأركون أرتكوليتر تنطينا more accurate result than the non أركون. Then this is the difference between the two. Non أركون الكوندايلر ممبر اوف ذا ارتكوليتر از فيكس تو ذا ابر ممبر، والاركون الكوندايل ممبر اوف ذا ارتكوليتر از فيكس تو ذا لور ممبر اوف ذا ارتكوليتر. هو هذا الديفرنس بين الاركون والنون اركون فيما يخص السيمي ادجستبل ارتكوليتر. عندنا الفولي ادجستبل، هذا اللي قلنا بانتوغرافيك ارتكوليتر والاذر تايب. هذا هنا يسوي لنا تريسنج اند دوبليكيشن فور اول موفمنت اوف ذا ماندبل. على ورق هنا بخط بياني، والمريض يقوم بحركات فورورد وباكورد ورايت اند ليفت. هاي الحركات ما نحتاجها ان ديتيل وين وي ونت تو ميك فيكس بريدج، نحتاجها من نريد نسوي فول كونستراكشن اوف ذا بريدج، فتحدد لنا بالضبط السنتر اوف روتيشن اوف ذا كوندايل حتى لا يصير اي خطا، لانه احنا بدنا نبني اطباق جديد للمريض، فاي خطا موقع الكوندايل راح يؤدي الى الام وبرشر اون ذا كوندايل. استخدام هيك نوع من الارتكوليتر طبعا هو محدود، وفي حالات الفول ماث ريهابيليتيشن ويراد له فيري افيشنت دنتال لابراتوري وفيري افيشنت دنتال تكنيشن. مثل ما قلنا تنطينا الاكزاكت موفمنت ميد باي ذا ماندبل سواء لاترال بروتروزيف فورورد اند باكورد. فالستيريوجينيك ايضا تريسنج يسموها تي ام جوينت ارتكوليتر تريكورد اول ذا موفمنت. هنا نشوف من بدال ما تسجلها على خط بياني، هنا على الانسايزال تيبل سجلتها على اندكس، فبالضبط هنا حركات الماندبل نقلت على الانسايزال تيبل اوف ذا ارتكوليتر. هاي اذا تتقدمون بالدراسه وتاخذون شهادات عليا راح تضطرون تستخدمون هذه الارتكوليتر. اعتقد هذا هو قبل الاخير. هنا عندنا اذا اليوزز اوف ارتكوليتر، اولا تو دايجنوز ذا ستيت اوف اوكلوجن اون بوث ناتشرال اند ارتفيشال تيث. احنا في بعض الحالات قبل نقوم بعلاج المريض ناخذ طبعه علويه وسفليه لاغراض التشخيص، لأغراض أن ندرس الأطباق مال المريض ونطلع بصورة صحيحة، نشوف إيش قد عندنا space available، نشوف الكيرف الموجود عندنا، فلأغراض التشخيص ووضع خطة العلاج. To plan the dental procedure based on articulation of teeth سواء كانت طبيعية أو صناعية. إذا تشخيص ووضع خطة علاج. To aid in the fabrication of the prosthodontic replacement يعني نستخدمها لتعويض
الأسنان سواء كانت فول دنشر أو بارشل دنشر أو تيجان وجسور. وأيضا نستخدمها في الريمانتو بروسيجر لما نصنع الطخم نتيجة الاكسبانشن تمدد وحرارة، راح تصير شوية حركة بموقع الأسنان، فقبل لا نفنش الدنشر أكو عملية نسمها ريماونتينج، أيضا راح نمر عليها. نخلي إعادة ماونتينج على الأرتكليتر، هنا كان ماونتد بالواكس، هنا نسوي له ريماونتينج ورا ما صار أكريليك in order to refine the occlusion. بعض الأسنان قد تتحرك بسبب تمدد الأكريليك، فنضبط الأطباق على نفس الأرتكليتر بنفس الفيرتيكال دايمنشن قبل لا نفتحها وننظفها ونسوي لها ديليفري إلى الدنشر. إذا هاي هي استخدامات الأرتكليتر. هاي هي نهاية المحاضرة. أحد عنده سؤال؟ 66 طالب حاضر، 66. عندكم